استلم بقى بعد 82 منتخب ما فيهوش نجوم كبيره اللهم الا مارادونا. في البعض هيقول لك في بروتشاجا، في فالدانو، في اوسكار روجيري، في باساريلا، ولكن لما هتبص للتشكيله بتاعه الارجنتين ما قبل البطوله، المباراه التحضيريه قبل 86، كان في كوارث. كوارث بمعنى ايه؟ 15 مباراه الارجنتين ما فازتش الا في 3 مباريات ما قبل المونديال. ما قبل المونديال. خد بقى الكارثه الاكبر، راحوا يلعبوا في كاس جواهر لانهرو في الهند وبيلعبوا الصين. ده مش محتاجة ان مارادونا يلعب، ده بيستعد للمونديال، بيستعد في مباراة بقى تحضيرية وبتاع. فمش محتاجة بقى مارادونا يلعب ولا كيمبس يلعب ولا اي، يعني كيمبس كانش موجود بس يعني مجازا النجوم الكبيرة، النجوم الكبيرة يعني. خسروا من الصين 1-0 ومارادونا مش موجود في الملعب، وده كان ناقوس خطر كبير جدا لدرجة ان خلاص الصحافة الارجنتينية كانت بتحضر نفسها اقالة كارلوس بيلاردو قبل الذهاب لكاس العالم 86. اتقال له كده بالظبط، انت عندك 3 ماتشات هتلعبهم في اوروبا، لو ما كسبتهمش انت هتمشي. الماتشات دي كانت ايه؟ سويسرا كسبوها 2-0، ثم بلجيكا كسبوها 2-0، ثم المانيا الغربيه كسبوها 3-1. فكده خلاص هم رايحين مع عوده مارادونا للمباريات. البطوله بقى هتبتدي. مارادونا نفسه تحدث قبل كده، شفته في حديث كان بيتكلم في الموضوع ده وقال لك ايه؟ قال لك الجمهور الارجنتين مش عارف اللعيبه بتاعت منتخب الارجنتين، يعني اللعيبه مش نجوم كبيره قوي، لدرجه ان احنا كنا نازلين ماتش كوريا اول ماتش في كاس العالم خايفين نخسر، كوريا الجنوبيه اللي هي صاحبه اسوأ كانت مشاركه في كاس العالم 54. كسبوا كوريا الجنوبيه، تعادلوا مع ايطاليا، ثم فازوا على المنتخب في الوقت المنتخب البلغاري، اتاهلوا من المجموعه عشان يتواجهوا مع الاوروغواي بقى الايه، ديربي لابلاتا اللي هو نهر لابلاتا. كارلوس بيلاردو بدا بقى هنا يشغل دماغه محمودي. الراجل بيلعب بثلاثة مدافعين، ودي كانت أول مرة تحصل في تاريخ الأرجنتين، يلعب بثلاثة مدافعين، بيلعب بثلاثة 5-2، بتبقى أحيانا 5-3-2. أوكي. لعب بباسكويلي، بيدرو باسكويلي، تخيل فيرود الأرجنتين بيلعب فين في الوقت ده؟ بيلعب في ليتشي. هو اللي جاب لهم جون المكسب في الوقت ده. أنا رايح ألعب إنجلترا. القصد إنه اللعيبة نفسها ما كانتش معروفة عند الجماهير، وحتى الفرق اللي بتلعب فيها فرق عادية. أنت بتعتمد على ثلاثة قدام. مارادونا، فالدانو، بروتشاجا. بروتشاجا هو حلقه الوسط للاثنين اللي موجودين، مارادونا ومين وفالدانو. جه على مباراه انجلترا وهنا ظهرت عبقريه مارادونا. هو شغل دماغه كارلوس بيلاردو، قال لك انا لو لعبت باسكويلي فيرويد هياكلوه مدافعين انجلترا، لا انا اطلع باسكويلي واجيب هيكتور انريكي لاعب خط الوسط بتاع الريفر بليت، يزود لعيبه خط الوسط عشان يدي اريحيه لمين؟ لمارادونا يتحرك براحته. وقد كان مارادونا عمل البدع. بالمناسبه مباراه الاورجواي محدش بيتكلم عنها كلام كتير، بيتكلموا اكتر عن الارجنتين، على انجلترا ومباراه بلجيكا. مارادونا يا جماعه بنصحكم شوفوها على اليوتيوب، مارادونا عمل كل شيء ممكن. انا لو موجود فيرود جنب مارادونا كنت جبت لي جونين ثلاثه. انا ما اعرفش كانوا بيضيعوا الكور بالطريقه الغريبه دي ازاي، حاجات غريبه جدا كانت بتحصل في ارض الملعب. ده دلوقتي قيمه مارادونا. انفجر مارادونا مع جوموراليس كمان المعلق اللي كان اورجواياني، وفازوا على انجلترا، ثم فازوا على المنتخب البلجيكي، وجات المباراه النهائيه امام المانيا الغربيه اللي حولت طريقتها برضو بيلعبهم بثلاثه في خط الظهر، وجابوا لوسر ماتيوس اللي هو الدينامو بتاع خط الوسط. انت شغلتك في الحياه حاجه واحده بس، امسك مارادونا. وبالفعل لوسر ماتيوس عمل مباراه كبيره على مارادونا، ولكن اللحظه اللي غفل فيها عن مارادونا، مارادونا عمل الاسيست لبروتشاجا. بروتشاجا في الوقت ده كان بيلعب في نانت الفرنسي، وكان متعثر مع نادي فرنسي مش كبير كمان في الوقت ده. اقول لك بقى على حاجه مهمه، اكتر لاعب ساهم باهداف مع منتخب فاز باللقب مارادونا. الارجنتين في الدور المجموعات سجلوا 6 اهداف، في الاقصائيات سجلوا 8 ودخل فيهم 5، يعني 14 و5. من ال 14 هدف هو ساهم فيها محمودي، سجل 5 وعمل اسيست ل5، 10 تجوان من ال 14 بنسبه 71%. وهو نفسه كارلوس بيلاردو طلع وقال انا كنت بحمي المجموعه عن طريق مارادونا، هو مارادونا اللي بيعمل كل حاجه، انا بوفر له الحمايه المطلوبه، اوسكار روجيري في ظهره وبراون في ظهره ومعاه انريكي لما بينزل، وفالدانو وبروتشاجا بروتشاجا بيعتبر هو حلقه الوصل، ومارادونا هو اللي بيفعل كل شيء. وده اللي خلى الارجنتين دفعت الثمن بعد كده في كاس العالم 90، هو الاعتماد فقط على مارادونا، لانهم فاجئوا العالم 86. لم تكتمل المفاجاه في 90. احنا بنتكلم هنا على انه في الوقت ده لحد 86 كانت البرازيل معاها كاس عالم 5، البرازيل ل 86 3 كاس عالم، 3 كاس عالم مقابل 2 للارجنتين، 2 ولحد 86 كان واحده للارجنتين مقابل 3 للبرازيل، لحد 86. قبل 78 ولا بطوله للارجنتين.